أكيد. كيف؟ هذا الموضوع التمييز كان أولا في إحداث التغييرات في إطار السلطة. كان مثلا قيادات في الجنوب، نعم. قيادات من الشمال، المؤسسات التي تدار في الجنوب كانت من القيادات من الشمال، وإن بعض الأحيان تتداخل بعض تمام يعني صار في تهميش للقيادات الجنوبية. من يتحمل مسؤولية ذلك؟ صالح شخصيا، علي عبد الله صالح الرئيس اليمني الأسبق؟ طبعا علي عبد الله صالح كان عقليته في إطار يعني تهميش كل الكادر الموجود في الجنوب، والنتائج كانت واقع. هذه يعني سياسة خليك في البيت، هذه كانت واقع حال. يعني موظف في الجهاز العسكري او المدني بس ما تجي على الشغل، خليك في البيت، خليك في حالك، في البيت تبقى مالك دور. ايوه يعني تبقى في مرتباتك الضئيلة، ما كنت تحصل عليه من امتيازات وبدلات الى اخره من خلال وظيفتك، اليوم تنتهي الى احنا نسميها المرتب الاساسي. هل كان في تمييز شمالي جنوبي بالمعنى العسكري في التعاطي مع الألوية والجنود والضباط الذين يرسلون إلى هذه الحروب مع الحوثيين؟ أكيد يعني كان حريص على أن يزق بكثير من الألوية التي تكون قادتها من الجنوبيين، وأعتقد في لا لحظة استشهد في ذاك. لا هذه نقطة مهمة، هو كان يزج بألوية وضباط وجنود جنوبيين، هو أضعف في الحروب مع الحوثيين، هو أضعف البنية العسكرية الجنوبية خلال ما بعد الوحدة، مارس هذه الأمور. حتى من قاتل معاه في الجنوب أضعفه عسكريا على مستوى على السنوات اللاحقة. هناك قادة عسكريين كانوا يمتلكوا ألوية وهم الذي يعني حققوا كما يقال حققوا نصر في الجنوب لصالح الوحدة أو الموت، لصالح صالح، ولكنهم بعد هذه العمليات أضعفهم وأبقاهم بعيد عن المشهد إلى أن أتت حروب صعدة، فاستعادهم من جديد وزقبهم في حروب صعدة، يرسلهم إلى الجبهة في الحروب بالضبط في حروبه ضد الحوثيين لكي يتخلص منهم للألوية الجنوبية. يعني يقال هكذا